السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة إن شاء الله هنخرج كده مع بعض في جولة محل أدوات منزلية جميل جدا عندنا في اسكندرية، محل روميو وجولييت، موجود في أبراج الفرات في شارع مصطفى كامل من كيرو سيز مول، ولهم فرع تاني في الديب مول في رشدي، فتقدروا تشوفوا بقى ده أو ده. فحاجاته جميلة جدا، تحفة يعني. دخلته المرة دي كده بالصدفة ولقيت فعلا حاجات حلوة قوي. هترككم بقى كده ايه، تشوفوا وتستمتعوا بالجولة وحاجات أطقم الصيني. يلا بينا نشوف مع بعض. ده النوع ايه بقى؟ جاي تشيكي ولا جاي دوت بنجلاديش؟ ده 11,000، انما ده كده مش بنجلاديش. ده طقم شاي جاتوه. يبقى عامل كام طقم شاي كده؟ وعليه خصم كام دلوقتي بتقولي؟ 30%. وفي حاجات ايه؟ ألف وتمنمية خمسة وهو طقم شاي يعني 6 أطباق وست فناجيل. ثلاث مقاسات وسيرفيس، طقم شاي مع ديت وسكرية ولبانة وبراد وطقم بلد. وده برضه طقم شاي. بعد كده دي تشكيلة من أطقم الأكروبال، كلها صراحة أشكالها حلوة جدا ما شاء الله. يعني أي عروسة بقى بتجهز تروح تتفرج بقى وتشوف اللي يناسبها. في تخفيضات دلوقتي موجودة، في تخفيضات في 15%، وفي حاجات 25، حسب حاجات المختلفة. ودي أطقم بقى كبيرة كده فيها دورق المية وكوبايات مية وكوبايات للشاي، بيبقى طقم كبير مع بعض. ده زي البايركس كده، بيبقى إزاز شوية، هو مرسوم بقى عليه بالأشكال المختلفة وزي ما احنا شايفين. الأسعار بقى مختلفة علشان بتحطلك لسه الخصم عليها، فتعرفي سعر الحاجة. العنوان لو حبيتوا تاخدوها سيبها لكم في التعليقات او في صندوق الوصف. طبعا انا مش بعمل لهم دعاية، انا حبيت بس ان انتوا تتفرجوا، لان انا اشتريت عادي خالص واخدت الخصم بتاعي عادي زي ما هو شغال الخصم يعني. ف مش يعني هما كده رزقهم ان انا بعمل لهم الفيديو يعني. انما هي الحاجات الصراحة جميلة جدا، فحبيت ان انتوا كمان تتفرجوا وتشوفوا وتعرفوا ان في تخفيضات حلوة، اللي حابب يروح يشتري يعني. انا مش هستفيد اي شيء. وادي هنا اشكال المجات، الحاجات دي الصراحة جميلة جدا للتقديم بقى، سواء وتشتغل على النار. وفي حاجات بقى اللي ايديها مش خشب بتقدر تدخل الميكرويف او الفرن حسب ما هي قالت لي يعني. انا معظمها ممكن تبقى للتقديم، حلوة جدا اشكالها، حلوة ومختلفة لذيذة اوي الصراحة.
دول حلوين قوي بقى للكوكيز وكده، وحتى تقديم على السفرة ممكن تحطي فيها مقبلات او كده. كلهم لهم قاعدة خشب كده صراحة، مدياهم شياكة او الايدين بتكون خشب، حلوة جدا دي، تقدري تحطي فيها بقى كوكيز او كده ويبقى على السفرة، او ممكن فواكه برضو. دول حلوين جدا برضو للتقديم، انا جبت منهم واحدة، سواء بقى تحطي فيهم صوصات مختلفة او بقى مخللات وزيتون، يعني حسب بقى ما انت عاوزة، او فواكه، ودي اطباق دي هتبقى لذيذة للتقديم. ده طقم الشاي ده وقهوة، ده قصدي طقم الشاي الجاتو. ده عامل كام ده؟ ده هيبقى 6، وده الطبق الكبير بتاعه. بس هو طعم روميو وجوليت ده عامل كام؟ هو ده روميو وجوليت؟ ده مش روميو وجوليت، مسمينه كده. ده تشيكي ولا ده ايه؟ ده سعره ولا كود؟ 5 3 2 4. 5 3 5 3 يعني. هو 3605 يا اخوانا، هيبقى 2400. بعدين ندخل بقى على تشكيلة الكاسات، في حاجات بقى تشيكي وبوهيمي، وهنا تحت بقى اللي هو طقم الشاي والجاتو كده، وهنا بقى الكاسات، في كاسات شكلها حلو ورقيقة كده، جميل الصراحة. ده بتاع الايس كريم او اي بودينج او كده، في حاجات لها دورق وحاجات لأ، حاجات لها ازازة كمان، القارورة يعني. وهنا اطقم صيني تانية مع الشمع عيدان الكريستال. هنا اطقم بقى شاي تحفة جدا، شكلها كيوت كده وجميلة قوي، واسعارها حلوة قوي، يعني تنفع حتى هدية بقى مثلا، واحدة تهدي صاحبتها او كده، يعني تبقى في متناول ايديها. طب الطعم ده بس ده بكام، واللي متعلق بكام؟ دوت في ده يفرق عن اللي متعلق طبعا. ده مبرات نعمل 310. ده 310 كويس. وده؟ نعمل 484. 484 ده بقى ايه، هيبقى زيه مفهوش بره. ده زي ده. ايوه 355. نعمل 266. 266 وده 310 وده 60. حلو قوي، اسعارهم جميلة قوي الفناجيل ديت، وكمان شكلهم شيك وكيوت قوي الصراحة، يعني بشوف عرايس كتير بيجيبوهم وبيحطوهم كده على الرخامة كده في المطبخ، يبقى يستهلك بقى اليومي، وبيبقى شكلهم تحفة قوي. هنا بقية الكاسات بقى، دي البوهيمي والفازات واللي فوق، شايفين الفازات دي كلها بتبقى تشيكي كده بوهيمي، حلوة جدا، يعني بيبقى على الأقل لازم بتقتني واحدة منها في البيت، يعني تحط في الصالون وكده. تحت بقى دي، هنا أطقم بقى الخشاف أو طبق تقديم الفاكهة بالأطباق بتاعته، هنا بقى ديت أطباق مزركشة قوي كده، بتحس بالطابع الهندي كده فيها، سواء بقى للإنجليش كيك أو للتوست أو هنا للفطار أو كده. والأطباق اللي فوق ديت
تبقى حلوة قوي بقى لحفظ التورتة والجاتوهات، أو تبقى عاملة أي كوكيز أو كده أو تارت أو كده، بيبقى حلوة قوي إنها تبقى محفوظة فيها. دي الأسعار اللي هي قبل الخصم، لسه بقى ما يتحط عليها الخصم بتاعها هتقل عن كده. هنا بقى دي أطقم الكاسات، وهنا الصواني. ما كانش في صواني كتير الصراحة يعني، وما فيش صواني أكبر كمان من كده، الصواني بس هي اللي يعني صغيرة، في واحدة أو في أو يبقوا اتنين مع بعض طبعا. بعد كده بقى الحلل، سواء الجرانيت أو السيراميك أو التفال. هنا بقى الميكروويف والأفران وكده، والشواية اللي بالكهرباء. وبعد كده ندخل على العجان، لهم صفحة على الفيسبوك تقدروا برضو تشوفوا المنتجات بتاعتهم. دلوقتي أعتقد في الخصم شغال في كل حتة يعني، حتى في كارفور نفسه. كنت عملت جولة برضو في كارفور وكان فيها خصومات حلوة قوي، جبت منهم طقم الستانلس ستيل. فاللي عاوز يشتري حاجة ممكن يشتريها في الفترة ديت قبل ما التخفيضات تخلص، أعتقد بتقعد لآخر 8 يعني، أحيانا بيمدوها شوية في 9، بس هي الرسمي بتاعها لحد آخر 8. دي بقى كانت الكراتين بتاعت معظم المنتجات اللي احنا شفناها قبل كده. فيها نشوف الدور اللي فوق بقى، بيبقى فيه شنط المعالق بقى وبقية الأطقم الاستانلس والحاجات دي. ونطلع مع بعض فوق ونشوفها عشان نشوف الصواني فوق. ده الدور اللي فوق زي ما انتم شايفين كده، دي أطقم بقى السيرفيس وكده، واستهلاك بقى المطبخ أو كده. ودي السكاكين. هنا بقى الجميل، فيه أطقم معالق بقى اللي هو الاستهلاك اليومي، عشان طبعا لما بتجيبي سواء المعالق فرط أو حتى جايبها شنطة معالق، بتحاولي إن انتي تحافظي عليها للضيوف، وبتجيبي بقى طقم كده لاستهلاكك اليومي. كان شكلهم حلو جدا، هبقى نرجع لهم تاني. هنا كنت حبيت اشوف صواني تقديم، فكان ده طقم مع بعض، وفي صينية لوحدها وفي صينيتين مع بعض. بس دايما في اي خصومات او كده دايما بنصحكم لازم تبصوا في الحاجة كويس، لان ممكن حاجة يكون فيها كسر او خربوشة او اي حاجة. بس ده طبعا مش دايما يعني، بس لازم بناخد بالنا ونحتاط. هنا برضو كل الحاجات اللي بتبقى علب الحافظة دي بتبقى صراحة ممتازة جدا ان انت تجيبيها بقى، سواء للحلويات او مخبوزاتك او للعيش او الطاست او كده، بتبقى حلوة جدا. والمعالق الخشب كلها والميزان، عشان لازم تجيبوا ميزان عشان انت اكبر ولا الشحن مختلف؟ هو الايد مختلف. كنا الصغيرة والكبيرة دي كبيرة شوية، بس دول عاملين طقم مع بعضه. الاتنين مع بعض. بس سعرهم كام بقى؟ أهم حاجة أنا معرفش السعر ده، يا رب يكون السعر كويس. عبال بقى تقول لنا بقى على السعر، بنتفرج شوية على باقي الحاجات دي. سكريات كده، وهنا حاجات للمقبلات وكده أو للسلطة. كل الحاجات دي بايركس، تبقى أشكال مختلفة وبتدي بقى روح كده للسفرة الصراحة. الاتنين مع بعض ده قبل الفصل؟ لا ده بعد الفصل، قبل الفصل كانت عاملة 940. الاتنين مع بعض اه؟ بس مهمش صغار أوي. بصي مهمش الحاجات دي بتبقى لذيذة قوي تقدميها مع الفروت سلطة، او حتى اكل لقمة القاضية
يعني الحاجات دي بتبقى لذيذة قوي. وفي دي علب توابل فوق بعضها، تمام. دي كانت صينية تانية بتوريهاني. بس بقولك تدققي بس في الحاجة عشان لو في اي. المهم انا بقيت بقى حاجات البلاستيك وكده، يعني المكان صراحة موجود فيه حاجات كتير جدا، يعني تقدري اي عروسة تدخل تجيب معظم احتياجاتها. هنا علب لأطقم التوابل برضو، كل الحاجات دي عليها تخفيض، والأسعار كلها موجودة على صفحتهم على الفيسبوك. شنط المعالق كلها في أشكال جميلة جدا الصراحة. ايه رأيكم في الرسومات دي كلها بتاعت المعالق؟ شكلها حلو قوي. وأطقم التوابل الصراحة برضو جميلة جدا. ودي هنا أطقم بقى للسلاطين كده، وهنا دي البراد تقديم، قالت لي تقديم مش تحط على النار، مش عارفة الكلام ده ايه. يعني تعملي الشاي وتحطي فيه وتقدري بقى تقدميه، ممكن يكون كل شيء على النار. المعاني دي عجبتني قوي، بقيت اسال عليها. نشوف مع بعض كده سعرها. هو ده كده يبقى سعره عامل كام؟ بس شوفوا تحت اهو. بتمنى تكونوا مستمتعين بالجولة، وشوفوا في آخر الفيديو بقى أنا اشتريت ايه. لما رجعنا البيت هفرجكم على اللي أنا اشتريته. هنا بقى هنشوف علب البلاستيك اللي بتنظم لك بقى مطبخك. يا هاي العلب بقى الكبيرة دي بتبقى حلوة، دي مش التانية طبعا، دي تحط فيها رز أو مكرونة، بتبقى لذيذة في المكرونات وكده. أو ممكن دقيق، تبدأي بقى تنظمي كده. وهنا في فناجيل، الصراحة أشكال وأنواع كتير جدا يعني. هنا الستانلس بقى في حلل. هنشوفها دلوقتي مع بعض. كانت في حلة المبروم، كانت كيوت كده وصغننة. وهنا الجرانيت، جيبي النوع الكوري بيبقى افضل. شفت حلة المبروم دي؟ الحلة قد ايه؟ صغننة اوي، يعني هتعملي ايه؟ مش عارفة نص كيلو ولا ايه، حاجة على قد العرايس بقى. ده سعرها غالي جدا عشان هي استلس. يعني تعالي دي مش مشكلة، هاتيها ألمونيا يعني. ودي الطواجن بقى كلها بتدخل الفرن طبعا. حلوة قوي ان انواع المصافي هنا. خلصنا جولتنا كده، اتمنى الجولة تكون عجبتكم، وتكونوا اتفرجتوا على حاجات كتير وعرفتوا التخفيضات. علشان ورجعنا البيت ينزل يشتريها دلوقتي، شوفوا جبنا ايه. ويلا بينا على البيت عشان تشوفوا انا اشتريت ايه. محلات روميو وجوليت. جبنة قديمة شكلها حلو جدا، بس يعني اللي من جوه مش نفس رسمة اللي بره. أنا جبتها كده بحيث تمشي مقطع حلو أوي بقى، تحط فيها أي مقبلات.
دي جبناها عشان تشوفي يعني ان هي تنضف الازازة المية اللي احنا جبناها. تمام ادي كده يعني هم حطيها جوه الطبق كده سهل. هنا بسم الله الرحمن الرحيم الطبق ده لو هلا القاعدة بتاعت الخشب كده كده بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك انت كويس بس وادي كده الطبق ده كده يتقدم هنا يعني عشان يبقى ده كده طقم مع بعض هيبقى شكله كيوت قوي امور. ايه رايك فيه؟ وهنا بقى نشوف جبنا ايه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم جبت الازازه دي تبقى حلوه قوي سواء لميه او لعصير. دي كانت مشترياتي البسيطه اللي جبتها من محل روميو وجولييت. انا دخلته بالصدفه كده كنتش عامل اي استعداد. ان شاء الله في فيديو تاني بقى المشترياتي اللي جبتها الاونلاين اونلاين كده من جروب على الواتساب مش من روميو جولييت يعني بس جاي بالصدفة مع نفس اليوم. بتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا انبسطتم بالجولة دي. تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. بحبكم في الله. سوزان وقاوي.